السلام عليكم. اولا وقبل كل شيء كنشكركم انتم الاخوان داك ديال الطاقم الصحفيين ولا وكنشكر كذلك هاد المتطوعين وهاد الناس وكنتقدم بالتعازي للملك ديالنا الله ينصرو والشعب المغربي وكان الله يرحم الناس اللي توفوا في الجنوب في الحوز وهذا شيء قليل على ان المغاربه معروفين بالكرم ومعروفين بالتطوع انهم محتاجين حتى شي واحد يساعدهم. حنا كنساعدو بعدنا وخصوصا السكان ديال السلاح كل حاجه، كاين الحليب كاين الفرماج كاين الكوفيتير كاين الطحين كاين كلشي كاين الزيت كاين كلشي وكاين الحوايج اللي قدرنا عليه درناه. رئيس جمعيه العطاء الريديه السلويه درنا واحد القافله خيريه للنواحي ديال مراكش امزميز وغتكون ان شاء الله في مدينه سيرودانت. درنا جوج ديال القافلات، القافله الاولى الشاحنه الاولى غتكون ان شاء الله لامزميز مراكش والشاحنه الثانيه غتكون ان شاء الله لتيرودانت. كنتمنى والله هذا العمل اللي قمنا به يكون ولو يهز واحد العبء قليل على دوك الناس مساكن اللي ماتوا، اللي الضحايا اللي ماتوا الله يرحمهم في هذا النهار هذا، والناس مساكن المصابين الله يشافيهم. هذا العمل قمنا به حنا والناس ديال الساكنه ديال مدينه ساله، الحمد لله مغاربه رجال الله يجزيهم بخير. كما كتشوف الناس الحمد لله من 8 الصباح هما كيطوعوا هنايا، كاين اللي كيجيب ملابس مستعمله، كاين اللي كيجيب حليب، كاين اللي كيجيب الزيت، كاين اللي كيجيب مواد غذائيه. كنشكروا السلطه المحليه ديال مدينه سلا وعلى راسهم السيد العامل عماله سلا اللي رخصوا لنا هذا الشيء هذا باش نديروه، والحمد لله حنا خدامين بالتنسيق مع الناس ديال الجهات المختصه باش ان شاء الله يكون الامور كلها غادي مزيانه. والحمد لله بالنسبه للقافله غتنطلق غدا ان شاء الله مع 12 الليل غيكونوا جوج شاحنات. السؤال ديال معنا الجمعيه ديالنا هنا كتشد من شي حاجه ماديه من عند الجمعيات؟ هنا لا، حنا كنفيو هادشي ما كاينش الحمد لله. معنا الناس ديال السلطه المحليه ومعنا من الصباح حتى لهنا مواكبين الحادث، معنا الناس ديال ممثلين ديال عماله مدينه سلا. كيجي مواطن تيبغي يعطي الفلوس للناس ديال الجمعيات تنقول لهم ممنوع تشدوا من عنده الفلوس، سير يجيب الزيت، يجيب الطحين، يجيب حليب، يجيب شي مواد غذائيه، يجيب فراش مستعمل، يجيب فراش جديد. واحد النداء لمدينه سلا بالاخص، نعطيكم واحد لوكاليزاسيون ديال النقطه فين كاينه هنا ديال التجمع ديال هاد التبرعات. كاينين في شارع مولاي رشيد اتجاه ديال قربة صندوق الضمان الاجتماعي وامام بنك الشعبي. الحمد لله كاين تبرعات بالكثره الحمد لله. اليوم من 8 الصباح لدابا ان شاء الله يلا 6 العشيه قدرنا نوفروا كما كتشوف هنا ورايا واحد جوج شاحنات تقريبا ديال المحملات ديال المواد الغذائيه واغطيه وملابس مستعمله. وكاين واحد النداء لمدينه سلا لساكنه مدينه سلا، كما كتعرفوا دابا كاين واحد التغيير ديال المناخ الجوي. هذوك الناس جاونا ميساجات موديفوات وميساجات في التليفونات بان تحرك البرد شويه عندهم، ما فيها باس يكونوا قبابات ديال الشتاء ويكونوا اغطيه ويكونوا طاقيات ديال البرد. والحمد لله اللي عطى شي حاجه لله عز وجل، وديما مغاربه رجاله كما قدرنا نتغلبوا على الفيروس وباء كورونا الحمد لله قادين نفوتوا هذه المحنه هذه. وديما الشعار ديالنا الدائم الله الوطن الملك. ما شاء الله عليكم مدينه سلا، حي شمع وحي امل، باش ما اللي قد على شي حاجه يتبرع باش ما قسم الله يا بقليل يا بكثير. واجب علينا نتعاونوا مع خوتنا المغاربه، حنا كاع مغاربه، انا من الجاليه المغربيه، انا كنسكن شويه بعيد ومنين سمعت هذه المبادره فرحت عجبني الحال وجيت لهنايا ماشي مشكل على وجه خوتنا ويعني مغاربه بلادنا الحبيبه. الله يخطي علينا مالكنا يا ربي وعشا الملك الله ينصرو الله يحفظو لينا. كنتمناو من السلطات تكون قايمه بالواجب ديالها هنا في هذا الحي. ضروري ضروري قدمت جبت مانط جبت حويجات جبنا التمويل داكشي اللي قسم الله حتى حنا ساهمنا في سبيل الله خوتنا المغاربه يا ربي صدقه مقبوله لينا والجميع يا ربي. خوتنا واللي ماتوا الله يرحمهم واللي مضرورين الله يشافيهم يا ربي، الله يقعد وساد اي واحد يا ربي، والله يصبر كاع العائلات ويصبرنا حتى حنا راه خوتنا كاملين المغاربه الله يصبرنا يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. مصطفى وهبي رئيس المنظمه الوطنيه للاعمال التطوعيه بلا حدود المعروفه بمدينه سلا برسوم الجداريات. حنا اليوم في واحد العمل بعيد على الانشطه المعتاده الفنيه، حنا واحد العمل اللي هو اجتماعي اثر المعضله الاخيره ديال الزلزال اللي صاب المملكه كامله. الحمد لله كنعطي واحد الصوره للعالم، صورة ديال تضامن جميع المغاربة. كما كتشوفوا هنايا عندنا أطفال شيوخ كيجيبوها كي بعض المساعدات، مساعدات مختلفة، كاين ملابس، كاين أغطية، كاين خيام،
مواد غذائيه، حتى الشمع لقينا جابوه الناس، يعني جميع شي حوايج اللي طالبينهم الناس. وعندنا الوجهه ديالنا ان شاء الله غدا تكون غدا الامزميز، لان توصلنا بعض المواطنين تما كاينوا صيفطوا لنا اوديوات محتاجين، وعندنا عاوتاني هكايا رحلات اخرى، وكذلك عاوتاني تنسيق وتنظيم ديال الحمله ديال التبرع بالدم مدينه الرباط. جيت واحد المساهمه رمزيه لهاد الناس من ساكن هاد النكبه اللي صفتهم رصدنا اجمعين، هذا مضامنين معاهم تضامن رمزي. لو كانت عندنا القدره غادي نمشيو حتى لعين المكان نعاونوهم في اي حاجه، والله يجعلها من الله. حوايج غطيوات، حوايج ديال الملبوس، الحليب، اتاي، السكر، الزيت، الماء. الله يرحم الاموات، الله يرحمهم، يجعلهم في اعالي الجنه، والله يخفف على المنكوبين. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.